ذلك الشيء غيره. أسأل سؤال اللي كنت فيه عشان بالنسبة نحن طالبات من جامعة الملك عبد العزيز، ففي قسم الشريعة ندرس يعني الأحكام على المذاهب، والأخوات يعني جميعهن يدرسن على هذا الأساس، فعند النقاش معهن على أساس أنه مثلا الحديث ضعيف أو يجب علينا عدم اتباع مذهب معين، يعني نجد أنه مناقشة عقيمة تقام، فما نعرف كيف نتصرف يعني ونرد عليهم، خصوصا احنا لما نبحث في مسألة نبحثها عن طريق الكتاب والسنة دون اللجوء إلى يعني كتب المذاهب. فإذا كان عرفنا إنه هذه الطريقة خاطئة وإن هو اتباع مذهب معين بعينه، فما هي يعني الطريقة الصحيحة اللي تنصحنا إن احنا نحدد كلنا من جماعة الأخوان وجماعة التبليغ والدعوة، لأن بعضهم ما يفهم هذا الشيء، يعني بس ماشيين من ضرهم لهم بمثلين يعني أي هذه المجموعات، فما هي الطريقة الصحيحة لتوجيهها؟ مما لا شك فيه أن الواجب على كل مسلم سواء كان عالما أو متعلم كلهم من جماعة الأخوان وجماعة التبليغ والدعوة، لأن بعضهم ما يفهم هذا الشيء، يعني بس ماشيين من ضرهم لهم بمثلين يعني أي هذه المجموعات، فما هي الطريقة الصحيحة لتوجيهها؟ مما لا شك فيه أن الواجب على كل مسلم سواء كان عالما أو متعلما أو مستمعا أو جاهلا، من الواجب على هؤلاء جميعا إنما هو اتباع كتاب السنة. هذه يجب أن نعتبرها مقدمة أولى ولا خلاف ولا نقاش فيها بين أحد من المسلمين. الشيء الثاني أن الله عز وجل بعد أن فرض على كل المسلمين أن يحكموا وأن يتبعوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا حاجة بنا للخوض فيه لأنه مسلم به عند الجميع، جعل المجتمع الإسلامي أن يتحاكموا إلى الله ورسوله، فقد جعل المسلمين قسمين من حيث العلم وعدمه. القسم الأول هم العلماء، والقسم الآخر هم الذين لا يعلمون. وقد قال تعالى في صريح القرآن الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر لا شك هم أهل القرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت: جاءين من الطائف. مين؟ من الطائف. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل الذكر هم أهل القرآن، والرسول يقول أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فعلى جميع المسلمين الذين ليسوا من العلماء أن يسألوا العلماء، كما جاء في حديث أبي داود الذي يؤكد أن المبتلى بشيء ما يريد أن يعرف حكمه، فإذا استفتى غيره يجب على هذا المفتي أن يكون عالما ليجود له الإفتاء، وإلا دخل في قوله عليه السلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبل العلم بفضل العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
حديث أبي داود يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية، فلما وضعت الحرب أوزارها بينه وبين المشركين وناموا أصبح أحدهم جنبا وبه جراحات من أثر المعركة، فسأل من حوله هل يجدون له رخصة في أن لا يغتسل، قالوا له لا بد لك من الاغتسال، فاغتسل فأصابته الحمى ثم مات. ولما بلغ خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا ودعا على الذين أفتوه بتلك الفتوى، قال قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جاهدوا سؤال الشاهد هنا، ألا سألوا حين جاهدوا فإنما شفاء العي السؤال. إذن الواجب على من لا يعلم أن يسأل أهل العلم، والواجب على أهل العلم أن يفتوا هؤلاء الناس، كما قال عليه السلام من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار. إذا كان هذا هو الواجب، فمن الواجب أن يسلك المسلم طريق السؤال المشروع ليعرف حكم الله فيما هو بحاجة إلى معرفته. ولا شك ولا ريب أن نعلم جميعا أن الأمر كما قال عليه السلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهؤلاء القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية لم يوجد فيهم من يتمسك بقول عالم من علماء هذه القرون الثلاثة. مثلا لم يكن في الصحابة ولا في من بعدهم من هو بكري المذهبي أبو بكر الصديق، ولا من هو عمري، ولا من هو عثماني، ولا من هو علوي، وإنما كانوا جميعا يتحاكمون إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل العلم يلتقون مع الكتاب والسنة مباشرة، من لا علم عنده يسألون هؤلاء العلماء دون أن يتعصبوا لشخص معين منهم، لأن هذا التعصب ينافي التوحيد الخالص، التوحيد الخالص الذي هو اتباع المعصوم، وليس هناك معصوم من البشر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بالدين. أما أمور الدنيا وقد قال عليه السلام في الحديث الصحيح أنتم أعلم بأمور دنياكم. وإذا الأمر كذلك، فإذا ما تمسك رجل مسلم لا يعلم في سبيل أن يتعلم يتمسك بقول إمام من أئمة المسلمين سواء كان من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم، فقد جعل هذا الإنسان معصوما كالرسول عليه السلام، وهذا من الغلو في الدين الذي لا يجوز أن يقع فيه شيء منه مع المسلمين. لذلك قال رب العالمين بالنسبة للنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه الآية ظاهرها أشكل على أحد الصحابة الذين كانوا تنصروا في الجاهلية، ثم لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالإسلام هداه الله للإسلام
ألا وهو علي بن حاتم الطائي. فلما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية كان علي في المجلس فأشكلت الآية عليه لأنه فهمها على غير المراد منها. قال والله يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا من دون الله. لماذا قال هو هكذا؟ لأنه فهم أنهم اتخذوهم أربابا يعني يخلقون مع الله، الله رب العالمين، أي جعلوهم كرب العالمين. فبين لهم الرسول عليه السلام لأن المقصود بالآية الربوبية المتعلقة بالتشريع، فالله عز وجل كما أنه واحد في ذاته وواحد في صفاته فهو أيضا واحد في حكمه، فليس لأحد حكم معه إطلاقا. ولذلك ظهر اليوم العبارة العصرية أن الحاكمية لله عز وجل، وهذا فعلا شيء جميل جدا. لم يتبادر هذا المعنى إلى علي بن حاتم، ولذلك قال له عليه السلام حينما استغرب المعنى الذي تبادر إلى ذهني أنه المراد وحق له ذلك لكن ليس هو المراد بالآية، فقال له عليه السلام موضحا ومبينا: ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه وإذا حللوا لكم حراما حللتموه؟ قال أما هذا فقد كان يا رسول الله. قال فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله. فاتباع الإنسان في المسلم لشخص عالم لا يتعداه إلى غيره فيه كأنه رب العالمين له حق التشريع، وليس هذا الحق لأحد من البشر إطلاقا، حتى رسول صلى الله عليه وسلم إنما هو يحكي ما أوحي إليه من ربه، كما قال عليه السلام في حديث في سنن داود أن عبد الله ابن عمرو بن العاص جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله كنت في مجلس فيه مشركون فقالوا لي تكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقوله في حالة الرضا والغضب، فقال له عليه السلام: اكتب فوالذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلا حق. الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحده الذي يتميز عن كل البشر أن ما يخرج منه هو كله حق. أما من أبو بكر الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل، وأنت نازل وكلهم لا يمكن أن نصفهم بأن كل ما يخرج من فم أحدهم هو الحق. لذلك لا يجوز أن نتخذ إنسانا بعينه إماما لا نستفيد من غيم الآخرين، لأن هذا الحق الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس محصورا في شخص بذاته من بعده. فنحن لا نعتقد في من خلفه عليه السلام من الصحابة ما يعتقده الشيعة في علي بن أبي طالب، حيث اعتقدوا أن العلم الذي كان في صدر النبي صلى الله عليه وسلم انتقل كله إلى علي. نحن لا نعتقد هذا، ولذلك اعتقدوا فيه العصمة فجعلوه كالنبي عليه الصلاة والسلام في العصمة. نحن نقول العلم الذي كان في صدر الرسول عليه السلام انتقل إلى الصحابة وليس إلى صحابي واحد، ولذلك فمن شاء أن يأخذ العلم أو أن يأخذ بحظ واحد من هذا العلم فلا يستطيع أن يأخذه من شخص واحد، وإنما ينبغي أن يستفيد من جميعهم
وإلا فقد أضاع على نفسه علما كثيرا. إذا عرفنا هذه الحقيقة وخلاصتها أننا مكلفون باتباع الكتاب والسنة، وأن المجتمع الإسلامي فيه من علماء وفيه من غير علماء، وأن واجب هؤلاء غير العلماء أن يسألوا أهل العلم ليس أن يسألوا عالما واحدا، لذلك لم تكن أو لم يكن التدين بالتمذهب بإمام واحد أو مذهب إمام واحد في القرون الثلاثة المشهود لها بالقيلية كما ذكرنا آنفا، وإنما كما كان العلم مشاعا بين كبار الصحابة العلماء والفقهاء منهم، كذلك كانت الفتوى تتوجه إلى عديد منهم وليس إلى شخص واحد منهم. وإذا كان الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداء، فيجب أن تعود سيرة المسلمين اليوم في التدين سيرتها الأولى في القرون المشهودة بالخيرية، أي ليس للمسلمين أن يتخذوا إماما بعينه، وإنما عليهم أن يستفيدوا من أهل العلم كما في الآية السابقة، فإن فعلوا ذلك فقد اقتدوا بالسلف الصالح، وإن لم يفعلوا فقد خالفوا السلف الصالح، زائد على ذلك أنهم خالفوا أئمتهم الذين يدعون بأنهم يتبعونهم أو يقلدونهم. لأننا نعلم جميعا أنه قد صح عن كل إمام منهم أنه قال ناصحا للأمة كلها، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا اعتراف منهم بأنه لا يمكن لعالم من علماء المسلمين أن يحيط بالحديث كله، لهذا يقول ناصحا لأفراد الأمة كما ذكرنا إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال بعضهم ما هو أصرع من ذلك وهو الإمام الشافعي رضي الله عنه قال قد تخفى السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فردا من أفراد المسلمين، فمهما قلت من قولي أو أصلت من أصلي وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف قولي، فخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوا بقولي عرض الحائط. فإما في اتباع السنة واتباع قول الرسول عليه السلام وعدم تقليد الإمام إذا تبينت السنة، يكون والحالة هذه التمذهب بمذهب إمام واحد ليس فقط مخالفا للكتاب والسنة، بل هو أيضا مخالف لأقوال